دفع مرتبات الجنود ودفع حصة حضرموت من مبيعات النفط المتوقفة لأشهر وكذلك مبيعات محروقات الكهرباء، أبرز ما جاء في الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي بحضرموت. لكن أبرز هذا المطالب تلخصت في حوالي 3 أشياء. أولا دفع رواتب الجنود والضباط في المنطقة العسكرية الثانية. طبعا هؤلاء الجنود أبناء المواطنين، أبنائكم وأبنائنا جميعا، لهم من 4 أشهر لأن داخلين في الشهر الخامس لم يستلموا رواتبهم، وأنتم تمرون النقاط عاملة، الدوريات مستمرة، المعسكرات تقوم بمهامها، كل شيء على أكمل وجه. النقطة الثانية وهي حصة حضرموت من مبيعات النفط. حصة حضرموت من مبيعات النفط في الآونة الأخيرة حوالي 3 أشهر أو 4 أشهر الأخيرة حصل فيها تلكؤ. لا ندري ما خلفية هذا التلكؤ، لكن الحصة أقول لكم بصراحة لم تسلم منها بصورة سريعة ومنتظمة. بعد علاج وبعد متابعة طويلة عريضة سلمت حصة سابقة، والآن حصة لدى الحكومة، والآن الباخرة وصلت لتأخذ دفعة جديدة. فكيف الحصة السابقة ما دفعت وانت جاي بتحمل باخرة أيضا من جديد؟ الشيء الآخر كانت أزمة تكون منذ حوالي 4 أو 3 أشهر مضت حول محروقات المحطات الكهرباء. محافظ حضرموت أكد خلال الاجتماع أنه طرق كل الأبواب الرسمية للحكومة وتم التفاعل بإصدار توجيهات لكنها لم تترجم على الواقع، كما أكد أعضاء المكتب التنفيذي وقوفهم المطلق ومساندتهم للمحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية لنيل احتياجات المحافظة. رئيس الوزراء وجه بشكل عاجل إلى محافظ حضرموت، تصرف من عندك، كلف أحد التجار أو اتفق معه بأن يورد لكم المحروقات اللازمة، ومجرد أن تصل باخرة ارفعوا الفاتورة إلينا سنسددها. عملنا عدة عقود مع تجار مختلفين، وكل ما توصل باخرة تجي الفاتورة نرفعها رئيس الوزراء، رئيس الوزراء يأمر بصرف المبلغ المستحق، وكل الإجراءات تتوقف بعدين في المالية وتتوقف أخيرا عند الصرف في البنك المركزي. وفي الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي الذي عقد تلبية لطلب أعضاء المكتب للوقوف أمام الوضع الحالي ومساندة جهود محافظ المحافظة والوقوف إلى جانبه في هذه المرحلة الصعبة ودعم جهوده لتلبية متطلبات واحتياجات أبناء حضرموت.